السلام عليكم، معكم مصطفى الجودة من قناة شخصيات مميزة، وهذا هو الجزء الخامس من قصة الرجل الذي لا يموت. لذلك لطفا شوفوا الأجزاء السابقة حتى تفهم الأحداث اللي راح نتناولها بهذا الجزء من القصة. روابط الأجزاء السابقة راح تلقاها بصندوق الوصف أسفل الفيديو، أو راح تطلع لك إشارة فوق هسه توديك للأجزاء السابقة. ولا تنسى اربط السماعة وخليك وياي. إذن انتهى الجزء السابق لما قرر السامري الانتقال إلى أقصى الغرب والذهاب إلى المكان اللي الناس يعبدون به الشيطان، وبدأ السامري رحلته الجديدة ووصل للجزيرة اسمها بورتوريكو. وهاي الجزيرة هي تعتبر ركن من أركان مثلث برمودا، يعني رياضيا لكل مثلث ثلاث زوايا، وجزيرة بورتوريكو هي واحدة من زوايا مثلث برمودا. وهاي الجزيرة هي اللي بيها ما يسمى بكنيسة الشيطان، واعتقد هواي منكم شاف الصور اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن كنيسة بيها تمثال للشيطان والصليب مقلوب والناس يعبدون الشيطان هناك. بس للملاحظة هذا الشيء مو جديد، سكان بورتوريكو يعبدون الشيطان من القدم، وهم عندهم بمعتقداتهم انه لازم يقدمون اضحيات وقرابين للشيطان كل سنة حتى يرضى عنهم ويبارك لهم بمحاصيلهم وخيراتهم. وصل السامري لبورتوريكو وعرف معتقدات الناس الدينية هناك، عرف أكثر عن إلههم الشيطان، وعرف أنه الناس يقدمون أضحيات وقرابين للشيطان كل سنة ولمدة 3 أيام متتالية، ويظهر لهم الشيطان بواحد من هاي الأيام الثلاثة على قمة جبل حتى يبارك لهم بأعمالهم ومحاصيلهم وخيراتهم. حاول السامري يتغلغل بيناتهم ويعرف أكثر عن الشيطان، وكان كل ما يسأل عن الشيطان يلقى رفض قوي للجواب عن الأسئلة اللي تتعلق بالشيطان، لأن سكان بورتوريكو ما يشاركون أحد غريب بمعتقداتهم. بقى السامري بهاي الجزيرة وكان ينتظر وصول أيام القرابين بفارغ الصبر حتى يشوف الشيطان بعينه. بس المفاجأة اللي ما كان متوقعها لما قربت أيام القرابين، سكان بورتوريكو طردوا السامري من الجزيرة وخلوه يركب سفينته ويبحر بعيدا عن المكان، بحجة أنهم لازم يمارسون طقوسهم الدينية بدون مضايقات من أي شخص غريب. وبالفعل اتجه السامري بعرض البحر للشمال ووصل للأراضي الجديدة واستقر بيها سنين طويلة، وصار هو القائد أو العمدة أو الحاكم لهاي الأراضي واللي سماها هو فلوريدا. وكلمة فلوريدا بالهندي تعني مدينة الشيطان أو أرض الشيطان. بقى السامري سنين طويلة هناك وتبدلت أجيال جديدة بجزيرة بورتوريكو، وقرر هالمرة يحضر طقوسهم بس بغير طريقة وبخطة جديدة. بعد ما اقتربت أيام القرابين بجزيرة بورتوريكو أبحر السامري واتجه للجزيرة، بس هالمرة ما راح للميناء، يعني ما دخل للجزيرة بطريقة رسمية، والتف حول الجزيرة ونزل خلف جبال القرابين وكان هو موجود على الجبل ويشوف الناس بالأسفل شلون يقدمون الأضحيات والقرابين، وهو كان ينتظر ظهور الشيطان. مر أول يوم بدون أن يظهر الشيطان، ومر ثاني يوم وأيضا ما ظهر الشيطان. عرف السامري أن الشيطان ما راح يظهر حتى باليوم الثالث، وهالمرة سوى اللي كان مخطط له من البداية. استخدم السامري مواد فسفورية وخلطها مع الرمال المقدسة اللي عنده، واستخدم وياها عدة مواد، وبخبرته ومعرفته وعلمه قدر يسوي مادة مشعة دهن جسمه بيها وظهر للناس بشكل مشع ومنير بدل الشيطان باليوم الثالث. بارك للناس أعمالهم ومحاصيلهم وخيراتهم وقال لهم أنا أرسلت لكم ابني وهو راح يكون إلهكم بدالي، وأنتوا لازم تعبدوه وتقدسوه وهو راح يساعدكم ويرعاكم. باكر تتوجهون للغابة وراح تلقوه بالغابة، اسألوه عن اسمه، إذا قال لكم أنه اسمه السامري انحنوا إليه وأطيعوه وراح تشوفون قدراته حتى تميزوه عن المخادعين. وانصرف السامري عن الجبل، وبالفعل اتجه السامري ثاني يوم وشاف الناس جوي للغابة وسألوه عن اسمه وقال لهم اسمي هو السامري، انحنوا إليه وبدأوا يقدسوه ويعبدوه، وبدأ هو يشوفهم معجزاته وقدراته من سحر وعلاج المرضى وشلون يقدر يحيي الموتى كل خبراته، وقدر يقنعهم بأنه هو ابن الشيطان.
وخلاهم يعبدوه ويقدسوه ويطيعوه. بعد ما سيطر السامري على جزيرة بورتوريكو وأقنعهم بعبادته، قرر أنه يرجع إلى فلوريدا اللي هو الحاكم مالتها، وقرر أنه يخلي سكان فلوريدا يعبدوه مثل سكان بورتوريكو. بعد ما أبحر وبدأ رحلته باتجاه فلوريدا، لاحظ أنه سفينته بدأت تتجه باتجاه غير اتجاه فلوريدا، وشم ريحة غريبة بالهواء غطى خشمه وتلثم. وبعد ما صعد لسطح السفينة شاف ضوء غريب بعرض البحر، وسفينته تتجه لهذا الضوء وحدها، وشاف طاقم السفينة كله على الأرض. بعد أن فحصهم عرف أنهم مغمى عليهم أو نيام، وما كان يقدر يصحيهم، واستسلم للأمر الواقع وترك السفينة تتجه لهاي الأضواء اللي بالبحر. بعد أن وصلت سفينة السامري لمصدر الضوء، شاف قصر عظيم على الماء، وشاف على بوابة القصر حراس بس شكلهم غريب، جسم بشري وراس كلب أو راس حمار، ويشبهون إلى حد كبير رسومات الفراعنة، وعرف أنه هذا هو قصر الشيطان، وأنه هو المقصود بالنزول حتى يقابل الشيطان. وأكو حديث عن النبي يقول أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. بعد أن نزل السامري من السفينة على هذا القصر العظيم وبدأ يسمع نهيق الحمير ونباح الكلاب بكثرة، بدأ يتقدم باتجاه البوابة وبدأ يشوف الثعابين والأفاعي بكثرة وبكل مكان، لحد ما وصل للبوابة ودخل منها وشاف ملوك الجن والعفاريت داخل القصر، وشاف عرش عظيم واللي قاعد على العرش كيان براس ماعز وجسم إنسان وعنده حوافر برجليه، وعرف أنه هذا هو الشيطان. ضحك الشيطان وقال للسامري: أنت سويت الصح واللي لازم تسويه، وكل اللي تؤمن به حقيقة، وأنت أعظم من كل البشر الفانين، لأن أنت فعلا ابني، أنت ابن الشيطان، وأني راح أساعدك حتى تحقق كل اللي أنت تريده. وبدأ السامري يشرح للشيطان اللي هو والده عن خطة الماسونية اللي عقدها بأوروبا، وشلون يقدر يطورها، وشلون يقدر يسيطر على العالم من خلالها. بعد ما انهى السامري نقاشه ومباحثاته ويا الشيطان واللي استمرت لمدة 40 يوم، رجعت سفينته وصح طاقمه وقال لهم: انتو كنتو ميتين واني حييتكم لان اني ربكم. وهالمرة رجع السامري بخطط جديدة وواضحة للسيطرة على العالم، وتأكد انه هو اله من نسل الالهة، وانه الجساسة مخادعة، وهو راح يسيطر على العالم بالكامل. وهنا أحب أنوه على عدة أشياء. أولها هو قصر الشيطان وعرشه، ومثل ما عرفنا بحديث نبينا أنه عرش الشيطان على الماء، واعتقد وهذا رأيي الشخصي أنه عرش الشيطان هو موجود بمثلث برمودا، مثلث برمودا اللي ما حد عرف شنو سره وشنو القوى الخارقة اللي موجودة به، ولا أحد عرف سبب اختفاء الطائرات والسفن اللي تمر عبر مثلث برمودا. لذلك أعتقد أن التفسير الأكثر قربا للواقع هو القوى الموجودة بمثلث برمودا هي قوى الشيطان. وإذا تحبون نحكي بالتفصيل أكثر عن مثلث برمودا اكتبوا لنا بالتعليقات. أما الموضوع الثاني فهو الماسونية، ومثل ما ذكرنا بالجزء السابق أن الكونت سان جيرمان، واللي من المحتمل جدا أن يكون هو نفسه السامري، كان هو الممثل الرسمي عن الاتفاقية الماسونية العالمية، وبدأت تتطور هاي الحركة بعد ما التقى السامري بالشيطان، وكلنا نعرف بوجوده ونعرف أن الماسونية هي المسيطر على العالم، بس ما حد يعرف من هو قائد الماسونية. لذلك وبرأيي الشخصي قائد الماسونية هو السامري. وأيضا إذا تحبون نحكي عن الماسونية بالتفصيل أكثر اكتبونا بالتعليقات. إذن السامري موجود إلى يومنا هذا، ومن المحتمل أن يكون شخصية معروفة، بس بكل الأحوال وحتى إذا كان شخصية غير معروفة هو موجود وراح يعلن عن نفسه بأحد الأيام. ولهنا تنتهي قصة الرجل الذي لا يموت. شكرا لمتابعتكم، أرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من قناتنا، ولا تنسون تخلون لايك على الفيديو، تعليقاتكم الحلوة هي اللي تخلينا نستمر. انتظرونا بقصة جديدة وشخصية جديدة. كان وياكم مصطفى الجودة، السلام عليكم.